مساء الخير اعزائي المشاهدين واهلا وسهلا لحلقة جديده من الجنرال أه... فيو. قبل ما نبلش بحلقه اليوم اللي هي عن سوريا بالطبع أه... بحب اذكر بغزه. نحن سجلنا الاسبوع الماضي نهار الثلاثه غزه بس اوريدي ما كان في اعتراف بفلسطين كدوله يعني مراقب دون عضويه بمجلس الامن ولكن اللي حكيناه بغزه لا يزال ساري المفعول على اللي صار، يعني اليوم لما قلنا انه حماس بالمعنى الايديولوجي او بالمعنى السياسي تختلف عن السلطه الفلسطينيه هالامر لا يزال قائم هدف حماس هو استرداد كل فلسطين التاريخيه بينما الاعتراف اليوم الاعتراف اليوم من الجمعيه العموميه بدوله مراقب دون ليست عضو داخل الجمعيه العموميه او اليونايتد نيشن هذا الامر يضع حماس والسلطه الفلسطينيه على تناقض يعني حدا بده بين غزه والضفه دوله فلسطينيه للمستقبل وهيدي السلطه الفلسطينيه بدها وبين فلسطين التاريخيه هيدي اللي بدها او الهدف السياسي الالتيميت يلي بدها حماس هيدا شق اساسي فاذا نحن بنشوف انه الصراع المستقبلي في شق اساسي فلسطيني فلسطيني الشيء الثاني بدنا نحكي عنه انه الدور اللي لعبه مصر وبالتالي الرئيس مرسي بشكل عام يعني بالتحديد اللي ادى الى ازمه اليوم يقال أن الرئيس مرسي أخطأ بثلاث حسابات أو عمل ثلاث حسابات أخطأ بالثالث الحساب الأول لما السلفيين ذبحوا بعض العسكر المصري خلال شهر رمضان المبارك بسينا أقال المجلس العسكري كانت ضربة معلم الشق الثاني هو لما عمل تموضع لمصر بقمة دول عدم الانحياز بإيران وعمل تموضع أساسي في مخص النظام بسوريا كان يقال أنه ضربة معلم أو عودة مصر إلى لعب الدور الأساسي بالمنطقة ولكن الخطأ هو لما عمل البروكرج يعني هو كان البروكر لوقف النار بين إسرائيل وحماس الحسابات الخاطئة تبعيته هو يقال أنه لما أمريكا قالت عنه أنه مصر هي الكورنر ستون أو حجر الزاوية باللعبة الإقليمية الحسابات الخاطئة تبعيته أدت إلى استصداره المرسوم اللي عطاه يعني قوة غير محدودة بسيطر على القضاء بسيطر على السياسي بسيطر على المجلس إلى ما هنالك ولكن اللي رايح اتجاهه بمصر هو أزمة دستورية رايحين على استفتاء بعد ب 15 الشهر 15 ديسمبر على استفتاء وبعد 60 يوم على انتخابات ولكن النصيحه لمن يتابع الوضع في مصر يجب ان نراقب شيء اساسي ومهم ما هو دور العسكر فاذا ما بدي اطلع كثير عن موضوع سوريا برجع بذكركم انه كيفيه التواصل معنا على السوشيال ميديا اللي بتبين اكيد أه باسفل الشاشه أه كمان بدي وجه أه شكر خاص للتلميذ اللي عمره 16 سنه لوي فهد يلي مهتم كثير بالبرنامج واللي عم يطلب انه شو ممكن يقرا يعني ب 16 سنه قديش عم يطلب القراءه بالمواضيع المعقده على صعيد المنطقه يمكن هذه النصيحه بنوجهها للمسؤولين اللي عندنا قبل ما ننتقل لسوريا بدي اقترح قراءة كتاب معين عن يتعلق بإسرائيل وكتاب كثير مهم هو باتريك تايلر إسرائيل فورترس إسرائيل يعني الكتاب كثير مهم بعتقد بيحكي عن عسكرة السياسة بإسرائيل خليني أراها بالإنجليزي شوي صغير برجع بترجمة The inside story of the military elite who run the country يعني النخبة العسكرية التي تدير البلاد and why they cannot make peace ولماذا لا يمكن لهم أن يصنعوا السلام هذا الكتاب بعتقد بالفيرجن ممكن يتلاقى بس بنصح كل من يقرأ بهذا المجال أن يتابع قراءة أو أن يشتري هذا الكتاب ويتابعه هلا خلينا ننتقل لعنوان الحلقه الأساسية اللي هو سوريا ابديت المحور الاول المستجدات على الوضع السوري المحور الثاني هو هل الغرب مستعد للتدخل عسكريا وهيدي الحلقه رح تكون تقريبا تحضيرا لحلقه قد تاتي مش الاسبوع اللي القادم الاسبوع اللي بعده لأن الاسبوع القادم في حلقه مطلوبه عن الصراع الايراني الصراع الايراني التركي على المنطقه الصراع الجيوسياسي بنظره تاريخيه الحلقه اللي بعدها راح تكون ماذا يستلزم يعني تقريبا راح يكون هيك العنوان ماذا تستلزم الحرب الغربيه او الناتو على سوريا خلينا ننتقل للمحور الاول المحور الاول مثل ما حكينا المستجدات على الوضع السوري يعني اليوم لما بال بالجنرال فيو بننتقل لنحكي عن سوريا بده يكون في تقريبا تحولات تحولات على الصعيد التكتي او صار في عندنا تراكمات او مؤشرات معينه تؤدي الى التغيير حتى الان بسوريا هناك ما يقارب ال ألف قتيل 2.5 مليون نسمي internally ديسبلاي يعني داخل سوريا من منطقه الى منطقه واكثر من 800 الف 900 الف خارج مهجرين يعني خارج سوريا ان كان بلبنان او كان بتركيا وحتى بالعراق العراق الاقل وحتى بالاردن اليوم الحرب لانه في شلل اقليمي تقريبا يعني ما في حدا قادر يتدخل اليوم على الصعيد الداخلي بسوريا حتى الصعيد العالمي اليوم ما في إرادة أساسية تنبع من مجلس أمن لتدخل اليوم تركين ما يسمى أنه لو كوست استراتيجي يعني الغرب والدول المحيطة تترك الداخل الموضوع التكتي يعني الانتصارات التكتية بين الفريقين هي التي ستؤدي إلى تغيير استراتيجي على صعيد السوري الداخلي وبالتالي على صعيد المنطقة اليوم الصعيد المؤشرات على الصعيد التكتيكي في تحولات على الصعيد التكتيكي في صراع على خطوط المواصلات خطوط المواصلات اللي بتمتد يعني من من ادلب بالجنوب حتى حتى حلب الصراع اليوم بين المعارضه بين الثوار وبين النظام هو للسيطرة السيطرة على خط المواصلات الذي يعني يمتد مثل ما قلنا من من درعا حتى حلب بنفس الوقت يعني اليوم يسعى الجيش السوري الحر ومن يعني ومن معه ان يمنع, يمنع او يحرم النظام من الانتقال على خطوط المواصلات لأن النظام يقاتل بطريقه تقليديه يعني دبابات آه آليات يعني بحاجة لطرقات معينة وبحاجة للوجستية ضخمة لأن الجيش السوري النظامي صار له أكثر من 21 شهر آه منتشر ال 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 الهدف أنه إذا قدر الجيش السوري الحر أن يسيطر على هذه الطرقات قد يحرم آه الجيش السوري النظامي من أن يكون لديه حرية عمل أساسية طيب التعويض يلي قام به الجيش النظامي آه السوري هو استعمال الطيران ولكن المؤشر الجديد انه صار في تحول على صعيد هذا المؤشر بعده مؤشر اساسي ولكن بحاجه لتراكمات نحكي عنه يمكن بالحلقه بعد اسبوعين مثل ما وعدناكم ولكن هذا المؤشر انه هناك تقرير تقول انه اكثر من أربعين صاروخ اس 24 اجلا اجوا للمعارضه السوريه منهم من يقول انهم اتوا عبر تمويل قطري او منهم من يقول انهم من اتوا من آآ آآ من ليبيا يعني بعد ما سقط القذافي هناك يعني صواريخ مضاده للطائرات بسموها المان باد المان باد هي توضع على الكتف وتطلق الاس اي 24 حسب التسميه الغربيه والإجلة حسب التسميه الروسيه وفعلا يبدو انه انعرض فيديو على كل الشاشات وعلى كل الجرايد الالكترونيك يعني على الويب سايت انه استعمل هذا الصاروخ لاسقاط مروحيه خلينا نشوف بطريقه بسيطه وسريعه كيف تم اسقاط هذه المروحيه صاروخ 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 اذا يعتبر مؤشر اساسي ليش لانه اذا الجيش السوري الحر حرم النظام استعمال الطائرات اللوجستيه فاذا الحركه الارضيه صارت صعبه التعويض النظام بالجو قد يحرم مع الوقت استعمال سلاح الجو ان كان طوافات او حتى طيران نفاس كمان في تقارير تقول انه عبر العراق هناك طائرات تحمل ريفيربشت كوبترز يعني طائرات هليكوبتر قديمه اعيد صياغتها عن جديد اعاد ترتيبها وصيانتها عن جديد واتت الى سوريا هذا امر قد يغير ايضا والامر الثاني انه كمان عبر ايران يقال انه ايران خلال فتره معينه ست اشهر اعطت ما يقارب العشرة مليارات دولار ل سوريا ولكن هذا الامر ايضا يعتبر يعني مهم ولكن لا يمكن لايران ان تستمر ان تستمر الى ما لا نهايه لانه ايران هي ايضا ب بوضع اقتصادي بسبب العقوبات كثير مهمه، فاذا اليوم الشيء المهم انه هذا تحول، التحول الثاني انه توسيع نقطه العمليات الى محيط العاصمه او ريف دمشق وبالتالي الانتقال لضرب اهم مرفق حيوي للنظام يعني اليوم انتقلت المعركه الى مركز ثقل النظام اللي هو العاصمه المركز الاساسي اثنين انتقل الى مرفق حيوي هو مطار الشام يلي بلشت يعني نشوف حركه فيه هل المعارضه قادره على السيطره لا ولكن بيكفي ان تعتمد المعارضه هيت اند ران استراتيجي او تاكتيك لحتى بوقت من الاوقات يظهر يتظاهر للنظام انه غير قادر على اداره البلاد، غير قادر على استعمال الطيران، غير قادر على استعمال خطوط المواصلات، وبالتالي يعيد النظام الى ترتيب الاولويات الخاصه به. اعاده ترتيب الاولويات يعني المحدوديه وبالتالي يصبح النظام جزء اساسي مثله مثل كل الميليشيات الباقيه بسوريا، فاذا هلا المرحله الجديده الولايات المتحده الامريكيه طالبت بأن يكون هناك ائتلاف جديد يعني ضم المعارضة في الداخل والمعارضة في الخارج المعارضة في الداخل والمعارضة في الخارج لأنه استفادت من, تجرب من تجربة العراق واستفادت أيضا من تجربة حماس الداخل حماس الخارج فلسطين الداخل فلسطين الخارج الهدف منها أنه تأليف ائتلاف جديد يضم يعني شخصيات مهمة على سبيل المثال معز الخطيب اللي هو معارض إسلامي وكان خطيب في جامع الأمويين الشق الثاني أو الأمين السر العام يلي هو مصطفى الصباغ أحد أهم الممولين للمعارضة العضو الثالث يلي هي رياض سيف يلي هو هيدي الفكره فكرته فكره النظام فكره الائتلاف هي فكره فكرته دعمته كلينتون كما يقال وبالتالي صار في تمثيل الخارج السياسي وتمثيل الخارج الداخلي وحتى تمثيل 14 محافظة بسوريا حتى بالمعنى العسكري أما الشخصية الأخيرة يلي هي سهير الأتاسي بنت عائلة هي معارضة الهدف منها أنه خلق آلية أو خلق شابو أو عباء أو غطاء معين لما يجري في في سوريا تحضيرا للمرحلة القادمة ولكن يعني لما كلينتون تتدخل بهذا الموضوع يعني قطعت زيارتها كلينتون من اسيا اللي اعتبرناها هي البيفوت لانه مثل ما قلنا بحلقات سابقه انه امريكا انتقلت بالبيفوت تحولت الى اسيا او شرق اسيا اليوم قطعت الزياره مع الرئيس اوباما واجت ل على الدوحه واجت على المنطقه لتقول انه شو لازم ينعمل منهم من يقول ايضا انه ازمه غزه بالاضافه لما يجري في سوريا عملت ريبيفوت يعني ري عوده الولايات المتحده الامريكيه للشرق الاوسط ولكن دون شك اليوم سرعه اخماد ما يجري في غزه منهم من أن يقول انه يعني يجب ان يكون التركيز دائما على سوريا لانه سوريا هي حجر الزاويه بالمنطقه او باللعبة الاقليميه ومنهم من يقول يعني هيدي بنظريه المؤامره انه هناك انه عمليه غزه عمليه استخباراتيه منسقه بين مصر وقطر وتركيا الهدف منها انه يتم اظهار او يتم التحرش بحماس بهدف اظهار قدرات حماس ضربه وخلق آلية لمراقبة ومنع التهريب إلى غزة، كل ذلك لمنع أو لحرمان إيران من يد معينة ضمن غزة قريبة من إسرائيل، تحضيراً لأي حرب قد تحصل على إيران بمرحلة لاحقة، بتكون حماس بهالوضع هي تقريباً مشلولة، أعزائي المشاهدين انتهينا من القسم الأول، لحظات ونعود إلى متابعة القسم الثاني. عودة أعزائي المشاهدين مع المحور الثاني هل الغرب مستعد للتدخل عسكريا؟ يعني لما بنحكي عن الغرب الغرب عنده ثقافة استراتيجية معينة هو بلد يعني اندستريال صناعي متقدم جدا واليوم تكنولوجي متقدم جدا يعني عنده الثقافة استراتيجية أو استراتيجي كلتشر كما يقال تعودنا عليها بمراحل معينه هلا رح نجي على ذكرى ونحكي كيف كيف يقاتل الغرب ولكن هل الغرب مستعد يعني ما بعتقد انه في استعداد اوروبي اليوم لانه اوروبا عندها مشاكل كثير مهمه حتى الباتريوت اللي انطلبوا لتركيا اليوم قد ياتي يأت الباتريوت يعني من هولندا او من المانيا ولحتى ياتي الباتريوت لتركيا من المانيا ومن هولندا بدها موافقه الناتو اثنين بده موافقه البرلمان الالماني وحتى البرلمان الهولندي يعني في في تعقيدات كثيره على الصعيد الاوروبي حتى على صعيد امريكا مثل ما قلنا بحلقاتنا الماضيه انه البيفوت على اسيا ا... 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 شرق اسيا ولكن اليوم حتى لو رجعت كلينتون بسرعه للمنطقه بعد غزه وبعد يعني يعني واثرت على موضوع الخلق الائتلاف في عمليه اداره يعني انا سميتها اوفشور بالانسنج باحدى الحلقات هل الناتو مستعد للتدخل يعني كسوفه ب99 آه كمان يعني اليوم سوريا غير ليبيا لانه بليبيا كان في قرار لمجلس الامن 1973 بالعام 2011 ولكن آه في بعض المؤشرات يعني في مؤشرات مهمه قد آه آه تاتي الى التدخل آه يعني باتريوت على الحدود التركيه انا كمان بشوفها مؤشرات ولكن هي دفاعيه اكثر منها آه هجوميه كمان على صعيد الناتو والقياده الوسطى سنترال كوماند الجنرال ديمبسي يلي هو رئيس الاركان بيقول لا خطه حربيه جاهزه لسوريا وهناك تقييم عام ولكن انا بقول بالاريا اوف ريسبونسابيلتي للسنتكوم للقياده الوسطى على طول في تقييم آه للمخاطر تقييم للأهداف اللي بيحطها الرئيس بالناشونال security استراتيجي الخاصة فيه وعلى أساسها بنعمل ما يسمى ب آه يعني أمر عمليات لما الرئيس بيقول ساعتها يختم وتنفذ على آه يعني على على الارض خاصه انه نعرف انه الناتو هو ثقل الغرب يعني ما في مره يقاتل الناتو ولا تكون الولايات المتحده الامريكيه هي الاساس حتى بليبيا لانه راح نشوفها اكثر بالحلقه بعد الاسبوع اللي يعني بعد اسبوعين راح نشوف الحلقه كيف شو المتطلبات الحرب على سوريا مشان هيك طريقة القتال عند الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في نموذج اسمه الفايف رينجز موديل هذا يعني الحديث القديم حتى خلال القصف الاستراتيجي على المانيا بالحرب العالميه الثانيه اللي حط المفهوم هو جنرال جون ووردن ذا جون ووردن ذا هو قائد كليه الاركان بالسلاح الجو كان ايام ما انا كنت عم بعمل دوره بالولايات المتحده الامريكيه الفايف رينجز موديل بتبلش من اول يعني الهدف من الفايف رينجز موديل هو بنك الاهداف يعني انت البنك الاساسي من جمع الاهداف العراق بال2003 يوغوسلافيا حتى اسرائيل بال2006 كنا نحكي عن بنك الاهداف بتبلش الاهداف بالاهميه يعني بالعراق بال2003 سمعنا بشيء اسمه ديكابيتيشن يعني ضرب الليدرشيب لانهاء الحرب الليدرشيب يعني من نقي اهم ليدرشيب بسمون النود على صعيد القيادات العليا العسكريه وحتى السياسيه بالعقل الامريكي او بالغربي انه اذا ضربنا الليدرشيب بنوفر حرب او منوفر الاستمرار فاذا الاولويه الاولى هي الليدرشيب مش هيك شفنا بال2006 القصف هو كان على الضاحيه اكثر من غيره لانه كان الاسرائيلي بيعتبر الضاحيه هي مركز ثقل حزب الله واذا ضربنا الليدرشيب فاذا منوفر الحرب الشيء الثاني هو سيستم اسينشال يعني ببنك الاهداف يتم اختيار اهداف معينه سيستم اسينشال مثل المصافي البترول وكل شيء يساهم مصانع الذخيره والاسلحه كل شيء يساهم بالحرب فاذا اذا ضربنا هالسيستم اسينشال اللي هو مثل الدم اللي بيكون بنظام بي الإنساني اذا شلنا الدم وقف النظام بالنسبه لانه هو عمليه الشلل يضاف الى بنك الاهداف ومن بنك الاهداف بيتم ترقيم الاهداف وتعطى الى الطائرات وبيصير عمليه تقييم مستمره مع الوقت بعد سيستم انشال عندنا الانفراستراكشر او البنى التحتيه نتذكر كلنا سوا يعني بعد ذاكره الحرب الاليمه او الارهاب الدولي اللي كان على لبنان بال2006 انه كل البنى التحتيه بلبنان انضربت الجسور الطرقات وحتى الكهرباء كله انضرب فقط لزرع شلل او يعني وضع البلاد بمكان شلل ولكن في الها يعني في الها اسباب في الها اسباب كونتر يعني في كونتر أرجومنت لها او افكار يعني تقول انه هذه الطريقه لم تنفع هلا بنحكيها بس نخلص من الفايف رينجز موديل. الجزء الثاني الشعب البوبيوليشن بالمبدا بالبوبيوليشن بالمبدا هي اخر مش اخر شيء انه لا تستهدف الناس البشر لانه القانون الدولي حقوق الإنسان يعني لا يمكن للغرب أن يدافع عن حقوق الإنسان ويستهدف المدنيين ولكن اليوم طبيعة الحرب تغيرت هلا كمان نرجع نحكي عنها أنه اليوم بغزة حماس تقاتل بين الشعب كيف لا يمكن استهداف الشعب حتى بلبنان حزب الله انتشاره مثل ما قال السيد حسن نصر الله مرة أنه للشعب أو الشيعي الشعب الشيعي بالجنوب انه انتم البحر ونحن السمكه، يعني انتم السمكه بدون البحر ما فيها تعيش، فاذا ما فينا نستبعد الشعب واجت قانا واحد وقانا اثنين مع اسرائيل. اخيرا وليس اخرا يلي هن العسكر، يعني مشان هيك الغرب بيقول العسكر اخر شيء لانه العسكر بقاتل قادر على انزال الخسائر فينا، خلينا نعمل اخر اخر مهمه هي العسكر طيب اليوم لما بنحكي عن الفايف رينجز موديل بنكون عم نحكي عن بنك اهداف كتير كبير فاذا يجب ان يكون هذا البلد مودرن حديث يجب ان يكون هذا البلد عنده صناعه عنده انفراستراكشر عنده على سبيل المثال بفيتنام الشماليه ما كان فيها الانفراستراكشر كانت حرب غابات حرب غريلا بالغابات بلبنان حزب الله ما كان بحاجة لإنفراستراكشر كان تحت الأرض مخبى حتى شبكة الاتصالات تبعيته آآ بأفغانستان آآ كمان نفس الشيء يعني منا بلد متقدم ليكون في عنده بنى تحتية وسيستم إسنشل الشعب موجود مشان هيك بعد 72 ساعة على سبيل المثال الحصر بال2006 قالت إسرائيل حققنا الأهداف ولكن بنك الأهداف أصبح زيرو يعني اليوم شو الأهداف؟ قصفت 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 بسموها بعلم الاقتصاد diminishing ريتيرن، يعني أنت بتصفي تستثمر ولكن المردود بيكون بيكون أقل. أه نرجع على سوريا، فإذا هيدي الطريقة يعني أنا حبيت أحكي عن الفايف رينجز موديل لحتى بالحلقة اللي جاية عن سوريا تكون هي الأساس. على اساسها يتم اختيار الاهداف بناء على دراسه عملها عملتها جامعه الام اي لجون هاجرتي حسب ما يعني اذا بتذكر الدراسه تبعيته رح نحكي عنها بالتفصيل ونشوف الحرب احدى اهم المؤشرات اليوم على صعيد سوريا لانه حكينا عن الطيران فينا نحكي اليوم عن الرادارات يعني بسوريا في حسب التقارير اللي عم نقراها عندنا رادارات كثير مهمه الام 1 هو جنوب العاصمه الام 2 رادار كثير مهم يلي هو قرب حمص والام 3 يلي هو على الساحل البلدي لكل رادار عنده حقل بيغطي يعني الام 1 كان يغطي اسرائيل ويغطي الاردن ويغطي المملكه العربيه السعوديه ويقال انه بال2006 Uh, هذا الرادار كان يمرر معلومات عن كل حركة إسرائيلية uh, لحزب الله يقال أن الأم 1 هو uh, ضرب أو احتل وهذا أمر يحرم النظام من Early Warning أو من عملية الإنذار المبكر هل آه الام 1 والام 2 والام 3 بنلاحظ انه اذا بتتذكروا بالفيديو الاول انه هو الخط الممتد من درعا لنوصل لحلب، على هالخط موجود خطوط المواصلات وعلى هالخط تقريبا موجودين هالرادارات. الام 2 بغطي آه شمال سوريا والعمق السوري ولكن الاولويات هي اكثر لصوب اسرائيل وصوب البحر. اما الام 3 بغطي البحر يعني أبرس وبغطي تركيا الهدف منه هو التغطيه الاساسيه ويقال انه اليوم الـ الـ اي حرب على يعني لما حكينا عن الفايف رينجز model او الخمس دوائر مهمه او النموذج الخمس دوائر لما بنحكي عن الـ عن رادارات ام 1 ام 2 ام 3 يعني معناتها باول عمليه عسكريه جويه او قصف استراتيجي الام 1 والام 2 والام 3 هن احدى اهم الاهداف من السيستم اسينشال اذا بدنا نقول او من الانفراستراكشر لانه هن يلي بيخلوا الدفاعات الجويه تشتغل هن اللي بيعطوا الانذار المبكر والهدف من الفايف رينجز موديل وتكوين قاعده اهداف او بنك اهداف مهم هو فرض الشلل على صعيد البلد وقطع الاتصالات بين القيادات ان كان بالشمال بالشرق او كان الغرب او حتى بالجنوب هلا الام 1 الام 2 الام 3 كان لهم الاستغلال بحادثه سابقه صارت مع تركيا الام 1 ام 2 ام 3 مثل ما قلنا بنشوفهم انه على الخط المواصلات اللي هو العمود الفقري لسوريا مش هناك الصراع اليوم بين الجيش النظامي وبين جيش سوريا الحر على هالموضوع الام 1 بنشوف شو بيغطي الام 2 والام 3 بنلاحظ انه في تغطيه كامله جوية رادارية ايرلي وارنينغ لسوريا وهي اللي بوقت من الاوقات ادت الى اسقاط الطائره التركيه بشمال سوريا مقابل الردئيه فاذا هيدا احدى كمان المؤشرات الاساسيه مشان هيك حبينا بهيدي الحلقه انه بناء البناء على هذه المؤشرات لنقول انه صار في حاله جديده على الصعيد السوري اعزائي المشاهدين لحديت هون بنكون حكينا عن تحولات يعني سوريا ابديت وبنكون حكينا عن الحرب المحتمله او شكلها او كيف سيخوض الغرب الحرب على سوريا، حضرنا للحلقه اللي جايه ولكن دائما بنقول انه ما في واحد ان يقاتل على الخريطه وما في يقاتل على بالنظارات، لحد هون وصلنا لنهايه الحلقه. هيك بنكون وصلنا لختام الحلقة سوريا أبديت أو احتمال الحرب على سوريا أو كيف سيخوض الحرب على سوريا أو هل الغرب قادر أو جاهز للخوض لخوض الحرب على سوريا ولكن مثل ما قلنا الحرب على الخريطة شيء الحرب بالنظارات شيء تاني بتأمل تتواصلوا معنا مثل العادي وبرجع بكرر شكري وإن شاء الله تكون الحلقة تنال إعجابكم إلى اللقاء